Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey guys, how are you? Are you okay? I hope so. طبعا بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة لانقطاع فيها. بنتمنى لكم أيام حلوة وأوقات جميلة. واليوم إن شاء الله راح نأخذ تكملة Unit 13 Wins Blog The Second Part from Period 1 and 2. معنا اليوم الجزء الثاني بعد ما أخذنا الجزء الأول متعلق في كلمات الدرس. شرحنا كلمات الدرس إيش في إلهم معاني وإيش في إلهم مضاد. فإذا فاتك هذا الدرس ما تنسى تضغط على علامة الاي الموجودة في زاوية هذا الفيديو وتتابع الدرس قبل ما تدخل على الكلمات. ونرجعهم مع بعض بشكل سريع. عندنا tell يخبر, blog مدونة, him هو ضمير مفعول به, break يكسر, the past is broke, hospital مستشفى وهي عبارة عن place مكان, busy مشغول أو مزدحم, the opposite is free, nice جميل أو رائع, the opposite is ugly, moon قمر, mirror تمام اللي هي مرآة, to أيضا place مكان, after معناها بعد, وفي عنا كلمة before معناها قبل. اليوم إن شاء الله معنا الشرح للنص الموجود عندنا. مثل ما تعودنا listen رح نستمع لهذا النص, كل نص رح نوقف عنده وبعد هيك رح نشرحه بالتفصيل وإيش في كلمات جديدة أو كلمات بدها اللي هو شرح رح نشرحها ونكتب مرادفها أو مضادها. لهيك حضر قلمك, حضر دفترك, تبع معنا. And are you ready? جاهز؟ Let's get started. Listen and answer the question. استمع ثم أجب عن الأسئلة. نيجي نسمع للنص الموجود عندنا. Track 23. Ben tells Omar about his blog. The blog is on the internet. Ben writes his ideas every day and he puts photos in the blog. Omar reads about Ben in his blog. Last summer, Ben broke his leg at the football game. This is me at the Manchester United football game last summer. It was a very exciting game. Manchester United won! I broke my leg at the football game. I couldn't move. My dad took me to the hospital. It was very busy. Oh, how's your leg? Better, thanks. هذا بالنسبة للنص الأول. في النص الأول والصورة الأولى موجودة في عندي سطرين هنا. Listen carefully. Ben tells Omar. Ben tells أخبرة. حكينا tells, it's the same meaning to كلمة say. حكينا كلمة tells اللي هي من كلمات الدرس تساوي كلمة say. Ben tells Omar, أخبر عمر, about his blog, عن إيش؟ عن مدونته. كلمة his الموجودة عندنا هذا ضمير ملكية بيعود على مين؟ على Ben. تمام؟ The blog is on the internet. زي مثل ما شرحنا كمان المرة الماضية إنه البلوج دائما إيش حيكون معها؟ on the internet. دائما المدونة هاي موجودة على الإنترنت. Ben writes, لاحظ Ben writes, لاحظ Ben tells, لاحظ the blog is. جميع هاي الأشياء عبارة عن present simple, مضارع بسيط. وهذه قاعدة أخذناها الفصل الماضي إنه المضارع البسيط في حالة المفرد نضع بعده الverb مضاف إلى حرف الاس, الفعل زائد اس. أوكي. Omar, Ben tells, blog is. Ben writes his idea every day. هي في عنا كلمة دالة اللي هي every day, كل يوم, بتعبر عن عادة. And he puts, لاحظ في حرف الاس, he مفرد, puts photos in the blog. Omar reads about Ben in his blog. عمر دائما كان بيقرأ عن مين؟ عن Ben من مدونته. Last summer, الصيف الماضي, Ben broke. هنا وضعنا تصريف تاني. التصريف التاني من break بروك لأنه في صار عندنا كلمة إيش؟ last summer. أما اللي فوق كان في عندنا every day. كلمة every day بتدل على مضارع اللي هو حالا عندنا عادة. تمام؟ أما last بتدل على إشي صار متى؟
في الماضي وانتهى هيك بستخدم له التصريف التام. Ben broke his leg and they all win all game. تمام؟ اللي هو جميع الألعاب. إيش الكلمة الناقصة؟ At the football game. في لعبة كرة القدم. بالنسبة للصورة في الأعلى إيش مكتوب عندي؟ This is me. هذا أنا. This is me. لما يكون معي صورة ممكن أحكي لشخص This is me. هذا أنا. تمام؟ مش بكتب This is I. بزبطش. لأنه مي ضمير مفعول به. وهذا إلنا درس قواعد بسيط إله خاص فقط. في عنا مي، في عنا هم، في عنا هير، في عنا ذم. كل هاي ضمائر مفعول به. راح نأخذهم إن شاء الله بالتفصيل. At the Manchester United football game. في عنا مباراة لعبة كرة قدم لفريق مانشستر يونايتد. فبقول له هذه صورتي في اللعبة. Last summer. متى كان هذا الإشي؟ في الصيف الماضي. طبعا كلمة summer عبارة عن season. Season فصل من فصول السنة. لهيك لو جاب لي هاي الفقرة وقال لي استخرج فصل من فصول السنة بكتب summer. لو قال لي استخرج sport رياضة حكتب football. لو قال لي استخرج اللهم صل على سيدنا محمد present verb أفعال مضارعة بقول له tells is writes puts. كل هذول مضارعة. لكن لو قال لي استخدم past verb اللي هو فعل ماضي بقول له إيش broke يكسر أو كسر. It was. هاي في عنا كمان was تصريف تاني وأجت was لأنه it إيش مالها مفرد. It was very exciting. The word exciting is the same meaning to interesting. But the opposite is boring. في عنا كلمة interesting معناها ممتع هي نفس exciting. في عنا كلمة boring اللي هي إيش ممل. مانشستر يونايتد 1 اللي هو في عنا فاز فريق مانشستر يونايتد. The word 1 it's the opposite to lose or lost. أنا تصريف تاني بنجيب تصريف تاني. One اللي هو معناها يفوز أو فاز. Lost معناها خسيرة. بعدين في الصورة التانية إيش بحكي؟ I broke my leg at the football game. أنا كسرت قدمي في اللي هو football game في لعبة كرة قدم. ما تنسى إنه كلمة leg عبارة عن parts of the body. لو قال لي استخرج جزء من أجزاء الجسم بقول له كلمة إيش؟ leg. I couldn't move. لم أستطع التحرك. My dad took me to the hospital. Could أي أجي بعديها الفعل أو التصريف في الفعل مصدر كما هو بعد كان وكد لأنه مد الفيرب. My dad أبي اللي هو a member of the family عضو من العائلة. لو قال لي استخرج الفقرة عضو من العائلة إيش بكتب له؟ dad. Took أخذني me to the hospital إلى المستشفى. It was very busy. كانت كتير مزدحمة. في عنا كلمة took معناها أخذ. The opposite مضادها took مضادها كلمة give أعطى. كيف يعني took أخذ مضادها give أعطى. It was very busy. Busy معناها مزدحم. عكس حكينا كلمة free فاضي. بتيجي كلمة busy معنى مشغول. بتيجي بمعنى مزدحم. لكن في الدرس جاي منا معنى مزدحم. هذا كله شرح لأول صورة وأول فقرة. تمام يا بطل؟ 100%؟ أوكي. نمحي هاي وننتقل معك للصورة الثانية والنص الثاني. بسم الله. في عنا باقي صورتين رح نسمع ونفصل هاي بعد ما نسمع لملف الاستماع. Ben told Omar about his hobby. He enjoys taking photos. He took this photo of the sea and the moon. Look at the moon on the water. The sea looked like a mirror that day. Wow. It's beautiful. في الصورة الثالثة موجودة عندنا been told. في الأولى كان فيها عندنا till اللي هو التصريف الأول. في الصورة هاي صار الزمن في الماضي فاستخدمت told. told هي التصريف الثاني من till. been told Omar about his hobby. أخبر بن عمر عن هوايته. حكى له he enjoys taking photos. هو بيستمتع بالتقاط الصور. taking photos التقاط الصور. في عنا كلمة photo اللي عنا الميننج الخاص فيها اللي هو excellent pictures. في عنا photos it's the same meaning to pictures. he took أخذناها في الصورة الأولى. took معناها أخذ مضادها اللي هي opposite gave. this photo
of the sea and the moon. لاحظ في أن صورة البحر سي كان عبارة عن mirror, مرآة لمين؟ للمون للقمر, مثل ما أنت شايف معكوسة صورته على البحر. فإيش بحكي في الصورة؟ Look at the moon on the water. The sea looked like a mirror that day. Looked like معناها تشبه, mirror المرآة, that day في ذلك اليوم. فهذا مع الاستغراب مع الدهشة بيقول واو it's beautiful, إنه جميل. وحكينا كلمة beautiful معناها جميل, the opposite مضادها اللي هو ugly. تقليش بطاطا؟ طيب يا حلو, ugly اللي هي قبيح, أما beautiful معناها جميل. ننتقل معك لآخر صورة وآخر شرح لهاي الصورة. Amy and Rania looked at the blog too. Look at this photo. Our families were in a restaurant. It was a nice place. We ate rice and chicken. We went to the park after the restaurant. We had a great time. Excellent. في آخر صورة موجودة عندنا Amy and Rania looked at the blog too. راحوا تفرجوا على إيش؟ على المدونة. في هاي المدونة طبعا كتب لي كلمة to. كلمة to معناها أيضا. It's the same meaning to also. Also معناها أيضا. حكالي look at this photo. انظر إلى هذه الصورة. Our families were in a restaurant. طبعا وضع هنا where لأنه families جمع, عائلاتنا كانوا في restaurant. What does mean restaurant? مطعم. لو قال لي استخرج place مكان, في عندنا هاي hospital مستشفى, وهي في عندنا كمان ايش restaurant مطعم. It was a nice place, انه مكان جميل. قلنا nice it's the same like beautiful, the opposite is ugly. We ate, أكلنا. Ate التصريف الثاني من eat. We ate rice and chicken. أكلنا الأرز والدجاج. We went to the park after the restaurant. بعد ما خلصنا من الريستورانت ذهبنا إلى المنتزه. هاي في كمان مكان ثالث. Park منتزه. Restaurant مطعم. أخذنا hospital مستشفى. Went طبعا التصريف الثاني من إيش؟ من go. ذهبنا to the park after معناها بعد. The opposite is before, قبل. تمام. We had a great time. كلمة great هنا معناها wonderful, رائع. Great, amazing, إشي مذهل. قضينا وقتا ممتعا. هيك بنكون انتهينا من شرح الفقرة الموجودة معنا. باقي عندنا كم كلمة في الصندوق اللي تحت باللون الأصفر. كان bitter, thanks. لاحظنا في السؤال اللي قالوا How is your leg? How is your leg? كيف رجلك الآن؟ إيش حكى له؟ Bitter, thanks. طبعا احنا دايما الواحد يقول له How are you? خلاص حافظين Fine, thanks. لا, مش دايما تقول له Fine, أنا بخير. لا, ممكن تقول له I'm okay, I'm good, I'm bitter, أنا أفضل حالي أفضل, وهكذا. Okay? Bitter, thanks. أنا بحال جيدة. It's beautiful. إنه جميل. لما أشوف إشي حلو ورائع بقول It's beautiful. ومع الدهشة كمان بنحكي إيش؟ واو. أوكي. هذا بالنسبة لشرح الدرس والفقرة الموجودة معنا. باقي عنا في الدرس الثاني حلينا السؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني في عنا read and circle the correct word. اقرأ وحوط الكلمات الصحيحة. Number one. بن فراغ his leg last summer. لاحظ في عنا كلمة last. إذا رأينا كلمة last أو yesterday هذا بدل على الزمن إيش؟ الماضي. بدي أحط تصريف تاني, والتصريف التاني الموجود عندنا اللي هي كلمة إيش؟ broke. next. بن writes a blog or email. بن writes بكتب. كتب blog ولا email؟ blog مدونة. تمام. next. the sea looked like. البحر كان بيشبه إيش؟ بيشبه القمر ولا بيشبه المرآة؟ excellent mirror. the فراغ was a nice place. مكان حلو. المستشفى مكان حلو ولا المطعم؟ المطعم was a nice place. the family went to the park. family العائلة ذهبت إلى المنتزه. فراغ the restaurant عن المطعم ولا بعد المطعم؟ بعد المطعم after. next. Amr's family, إن وضعنا حرف الإس وفيها فاصلة فوق هي اسم ملكية, فإيش بتصير؟ عائلة عمر. didn't like ولا liked rice and chicken. لم يحبوا ولا أحبوا الأرز والتشيكن. أحبوا لأنه قالوا we ate rice and chicken.
هيك بنكون انتهينا من هذا الدرس. بتمنى الدرس عجبك وكان بسيط وسهل. بتمنى إذا عجبك هذا الفيديو ما تنسى اضغط لنا اشتراك للقناة إذا لهلقيت مش مشترك، وفعل علامة الجرس حتى يصلك دروسنا أولا بأول. وما تنسى إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار اترك لنا إياه في التعليقات أسفل هذا الفيديو. رمضان كريم، أتمنى لكم أوقات حلوة وإلى اللقاء.